فيديو جديد بسؤال جديد. احنا عندنا كام عقل؟ فكر كده، عندنا كام عقل؟ طبعا سمعك من عندي خلاص هو عقل واحد. لا، هنعرف دلوقتي احنا مش عندنا عقل واحد، احنا عندنا حاجة اسمها عقل تحليلي وعقل عاطفي، فاصبحوا اتنين بس هو عقل واحد. هو عقل واحد ولكن على شكلين، ده ليه خصائص وده ليه خصائص، ده ليه حاجات وده ليه حاجات، هنعرفها دلوقتي. العقل التحليلي هنكتب دلوقتي ونقول العقل التحليلي الـ rational mind والـ emotional mind، تحليلي وعاطفي. لو قلنا مثلا العقل العاطفي، هنفرع منه حاجتين، جهاز اسمه كويسنس وجهاز اسمه أرسل. يعني ايه؟ يا رب تكون واضحة. جهازين بتوع ايه؟ جهاز كويسنس جهاز الاسترخاء، اللي بيخليك تعرف تنام، بيخليك تعرف تسترخي شوية، تلاقي الجو كده لذيذ وكويس، تبدأ تهدى شوية وتسترخي وتهدى معايا خالص. جهاز كويسنس موجود فيه العقل العاطفي. الجهاز التاني اسمه جهاز ارسل، ده جهاز ايه؟ فايت اور فلايت، يهاجم يدافع. ده اللي بيخليك ايه؟ ما تقطعش في النص، يا هتهاجم يا هتدافع. هتهاجم عن نفسك او تهاجم او تهاجم قدامك او تدافع عن نفسك، ايا كان بيكون هنا في العقل العاطفي. التحليلي على جنب لسه ما اتكلمناش عنه. خد بالك من حاجه، كم مره وانت معدي الطريق كده لقيت عربيه جايه قدامك، في جزء من الثانيه بدات تتخيل دلوقتي انا خلاص خبطتني، رحت انا مت، رحت وقعت، حصل كذا كذا كذا، شريت حياتي كله مر قدامي في جزء من الثانيه. هو انا اصلا عرفت منين ان الخبطه دي ممكن تموتني؟ ده رقم واحد. اتنين، هل ممكن تتخيل ان في اسد بيجري وراك دلوقتي؟ لو عرفت قعدت شويه وفكرت قبل ما تنام ان في اسد بيجري وراك هتعرف تجيبها، مع انها ما حصلتش، بس قدره العقل العاطفي انه يعرف يبدا يعمل ايه؟ يديلك تخيل اكتر، يقول لك فعلا حصل كذا، او يديك شعور ان في اسد بيجري ورايا، يديني شعور ان في حاجه اي حيوان معضني، يديني نفس الشعور مع انه ما حصلش. انا ليه ما عديت الطريق وعربيتها جايه عليا رحت واخدها جري؟ في نوع من الناس، اول واحد بيروح واقف ثابت قدام العربيه، ثابت ما اتحركش، مفيش هعمل ايه؟ واحد تاني بيروح جاري خالص، بعدها يبدا يقول ايه؟ الحمد لله انا كنت هموت،